طبعاً موضوع سد النهضة هو القضية اللي بتشغل بال المصريين كلهم، وده بسبب تأثير السد السلبي على حياتهم. لكن الجديد في الموضوع هو الزلازل اللي ضربت منطقة السد، وده طبعاً بيهدد كل دول المصب، علشان يعتبر السد قنبلة في حالة انهيار، وده ممكن يتسبب في غرق الدول المحيطة وعلى رأسهم السودان ومصر. إلا أن في مفاجأة جديدة حصلت في الموضوع ده. في آخر تطورات موضوع سد النهضة الإثيوبي، قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة إن في خلل فني جديد في السد، ونشر شراقي على صفحته على فيسبوك صور جديدة من موقع السد بتوضح جسم السد والكوبري اللي فوق الممر الأوسط ومنطقة أحواض تجميع المياه واللي بتطلع من التوربينات وقت التشغيل، واللي دلوقتي في حالة هدوء تام لأن ما فيش تشغيل. شراقي قال إنه بيتم التشغيل، المياه بتندفع من مستوى البحيرة للأعلى ناحية بوابات أنفاق التوربينات، واللي بتكون على ارتفاع 595 متر أو على ارتفاع 565 متر، وبتوصل للتوربينات عند قاع النهر على ارتفاع 500 متر، فبتدور التوربينات وتخرج المية باندفاع من ارتفاع 65 ل 95 متر، وبتعمل دوامات قوية ناحية حوض تجميع المياه، وبتبقى المياه لونها فاتح. كمان قال لما مفيش تشغيل المياه بتكون هادئة جدا في حوض التوربينات وملهاش أي تغيير في اللون، وده اللي ظهر في الصور الفضائية من يوم 5 سبتمبر اللي فات. تم تركيب 4 توربينات، 2 في فبراير وأغسطس 2022 ورقم 9 و10 في 24 أغسطس 2024، وكان المفروض أنه يكون جاهزين للتشغيل. المفيض العلوي، قال شراقي ان ده بيحصل في الوقت اللي موسم الفيضان قرب ينتهي، والمياه لسه بتمر من السد من خلال بوابتين من المفيض العلوي بحوالي 150 ل 200 مليون متر مكعب يوميا، ومن المتوقع انها توصل ل 120 مليون متر مكعب في اخر الشهر. اكد ان التوربينات الاربعه متوقفه من يوم 5 سبتمبر اللي فات، علشان كده المياه بتتصرف من بوابات المفيض. لو التوربينات اشتغلت ممكن تصرف 100 ل 200 مليون متر مكعب. المخزون الحالي في السد ثابت عند 638 متر والمجموع حوالي 60 مليار متر مكعب، علشان المية ما تعديش الممر الأوسط، وبيتهيأ أنه ممكن يكتفوا بفتح بوابة واحدة في نهاية الشهر لو التوربينات فضلت متوقفة. الموضوع ده بيجي بعد إعلان الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أن المفاوضات مع إثيوبيا توقفت، وأن مصر بتحتفظ بحقها في الدفاع عن مصالحها، مؤكداً أن المياه قضية وجودية. وده كان خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الرومانية، قال فيه أنه تم إبلاغ وزيرة الخارجية الرومانية بمسار المفاوضات واللي استمرت مع الجانب الإثيوبي لمدة 13 سنة من غير نتيجة. زلزال عنيف، التصريحات دي جت بعد ضرب زلزال بقوة 4.8 ريختر إثيوبيا، وده كان الزلزال السابع اللي يضرب البلد في 20 يوم. البيانات بتقول إن الزلازل بدأت من يوم 27 سبتمبر 2024، أو الزلزال كان بقوة 4.9 ريختر، وبعد 8 ساعات حصل زلزالين كمان بقوة 4.5 ريختر، وبعد كده حصلت زلازل تانية يوم 30 سبتمبر و6 أكتوبر و13 أكتوبر، والزلزال الأخير كانت قوته 4.6 ريختر. ورغم أن الزلازل دي ما كانتش قوية كفاية علشان تأثر بشكل مباشر على سد النهضة، إلا أن في قلق كبير من الزلازل اللي ممكن تحصل بعد كده. الدكتور شراقي قال إن الزلزال السابع حصل على عمق 10 كيلومتر وكان بعيد عن سد النهضة بحوالي 570 كيلومتر، وعلى صفحته على فيسبوك حذر من إن الزلزال الأقوى والأقرب ممكن تشكل خطر كبير جداً على سلامة السد، خصوصاً إن سد النهضة في حوالي 60 مليار متر مكعب من المياه، لو حصل زلزال كبير ممكن السد يتعرض لخطر كبير. شراقي وضح إن لو حصل زلزال قوي جنب السد ممكن يؤدي لانهيار جزئي أو كلي للسد، وده ممكن يسبب كارثة مائية ضخمة، وأكد في الآخر إن سد النهضة بالحجم ده يعتبر قنبلة مائية ممكن تنفجر في أي وقت.